أكد مدير عام الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء الدكتور الصيدلاني عبد الحميد عبد الرحمن السالم أن توجه الشركة القادم هو تطوير الأدوية التقليدية المنتجة عبر الشركة كما ونوعا، فضلا على اعتماد التعبئة الجديدة، فيما بين السالم أن هنالك منتجات دوائية جديدة سوف تدخل ضمن الخطة الإنتاجية للشركة. احنا كان عندنا محورين، المحور الأول أنه نزيد إنتاج الأدوية التقليدية، طبعا زيدناها، الآن عندنا خطة لتغليف الأدوية التقليدية. الخطوة المحور الثاني هو إنتاج أدوية جديدة بأغلفة جديدة. طبعا تشوفون أنتم الأغلفة الجديدة، هاي الوجبة الأولى، عندنا وجبات هواية راح تجي، عشرات المستحضرات. احنا من المتوقع أن نوصل إلى 60 مستحضر جديد هاي السنة. طبعا هاي راح مثل ما حكينا سابقا نجدد بها دماء الشركة، وراح نزيد المبيعات ونحقق الغاية انه في موضوع تطوير الشركة وتحقيق عائدات عالية وانتاج ادوية ذات قيمة مضافة عالية. فيما يخص التسويق، طبعا نظام التسويق انعكس موضوع نظام البيع الجديد في زيادة المبيعات. احنا حققنا زيادة مقدارها تقريبا 80% مقارنة بالعام الماضي. من المؤمل أنه السنة القادمة هي السنة اللي راح تكتمل بها رؤية الشركة، إنتاج جميع أدوية الأمراض المزمنة، أدوية اللي يحتاجها المواطن العراقي. راح ننتج أدوية جديدة بأغلفة جديدة، وإن شاء الله الشركة راح تكون من الشركات الرائدة في العراق في تطوير مختلف المنتجات وتوفير دواء عراقي آمن بسعر مناسب تناسب ميزانية المواطن العراقي، لأنه الفاتورة الدوائية تصير عالية. المواطن العراقي دا يشكي من سعر الدواء في الصيدليات، فإن شاء الله راح نساهم في تخفيف الكاهل، نوفر له دواء بنوعية عالية جدا وبتغليف جديد وراقي يضاهي الشركات الأجنبية. وإن شاء الله راح تكون السنة هذه نهاية هاي السنة بداية السنة الجاية راح المواطن العراقي راح يلقى أدويتنا اللي حكينا عنها كل هاي الفترة بالصيدليات ويستخدمها، وتكون إن شاء الله تساهم في